الذي دفع الجنود إلى العسل؟ كان هناك هجوم. لست موضع ترحيب منهم. ارحل. المنطقة بأكملها في تأهب شديد. جي إن واجهتنا فأنت محبوب. ماذا؟ القوة سيارة. راقب سيدك أيها الكلب. إنهم لا يهددونك الآن. طر يا أكيدو. انطلق يا أكيدو. تكون شرفة قائد الجند مفتوحة. إنها خطوة جريئة بالنسبة إلى شخص جبان وأحمق.
تموت أيها تساور المردخوار أسئلة حول ماضي صديقنا. هذا ينهمه عن ذكاء. تلقى أمراً بحضور اجتماع في الحامية الرئيسية. سقط واحد. حان وقت الأشمداي. ماذا؟ إليك أيها الكلب. أنا كن عيني يا كلب.
اللعنة عليك. هذا هو الميناء. حان وقت العثور على القائد البحري نادر. رسالة توجه الشحنات كلها إلى مكان جهة الجنوب على امتداد نهر دجلة. سيكون الحراس أشد انتباهاً مما مضى. لماذا أتورط في ماذا ترى يا إنجيدو؟ لنعد النظر في طريقه. كفر عن ذنوبك. Thank you.
مسددة. الوجه البول. ما هذا؟ هل ترى؟ أليس هذا جميلا؟ مذبحة. إنه يملك على رسلك. عودنا هنا أيها الأخوة. Thank you.
يهتم القائد البحري نادر اهتماماً بالغاً بإبقاء النار بعيدة عن نموذج سفينته. يهرب من يجب روى على تهديدي. أنا لم أنج من 100 معركة في المحيط لأتلقى الإهانة. أريد العثور على الكلاب. أحضروهم إلي وإن رسالة من المرد خوار حول الشحنات المفقودة الخاصة. سقط الاثنان. علي العودة إلى فولاذ. انتظر يا علي، دعنا نسمع باسم أولا. هل وفقت في مهماتك؟ مات قائد الجند جسور والقائد البحري نادر. هل عثرت على أي شيء يشير إلى المرد خوار؟ ليس تماماً. تلقى قائد الجند جسور أوامر بلقاء المرد خوار في الحامية الرئيسية. يبدو أن ماضيه قد لحق به. استجوب القائد البحري نادر عن شحنات الإمدادات المفقودة المخصصة لجيش الترك. لم يكن المرد خوار مسروراً. إذن المرد خوار موجود في الحامية الرئيسية، يشرف على إمدادات مرتزقة الترك. لا يوجد سوى شرطي واحد رتبته تلائم هذا، أمير الحرب وصيف التركي. وصيف؟ هذا منطقي. لا يمكن إلا لقلة سواه اختطاف بيشي. هل اختطفوا بيشي؟ لم يعد مطلقاً. عاد وصيف للتو من رحلة للخليفة وهو في الحامية. لو كان يحتجز بيشي فسيكون هناك. سأذهب إلى هناك إذن. يسيطر وصيف على نصف بغداد. إذا واجهناه وفشلنا قد يشعل ذلك حرباً تصل إلى ألموت نفسها. إنك في حاجة إلى باسم. حسناً، سألتقي باسم قرب الحامية قبل أن أتحرك. لا تتأخر، اكتفيت من الانتظار. ادخل إلى الحامية وقت الوصيف. يجب أن لا يهرب، ويجب أن يبدو الأمر كما لو أن علياً الفاعل. تعتمد سلامة ألموت على ذلك. سأفعل ذلك.